أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل من قال بأن أولياء الله لهم من الكرامات مثل ما للأنبياء حتى إحياء الموتى، هل هذا القول؟ الأنبياء لهم معجزات لا يقدر عليها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، وقد خص الله بها الأنبياء. أما الأولياء فليس لهم معجزات، إنما لهم خوارق فقط دون المعجزات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.